السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل مراجعة على إيردروب، ومنصة في نفس الوقت أو موقع جميل جدا ممكن نربح منه كتير. الموقع اسمه إيفن أو إيفن فاند، هو عبارة عن شركة ممكن تستورد تستثمر فيها، لو حابب تستثمر في العملة نفسها تشتريها سعرها يرتفع بإذن الله جامد قريب. أي ضمانات عايز تشوفها هنا في الموقع، دي الصفحة الرئيسية بتاعته، ده الوايت بيبر ممكن تخش عليه وتطلع على اي حاجه خاصه بالعمله نفسها. نخش كده على طريقه التسجيل مع بعض في الموقع وازاي نكسب منه. اول حاجه هتلاقيني سيب لك لينك التسجيل، هنخش على كلمه ريجستر، هتخش هنا على الايميل الباسورد الايميل بتاعك اول حاجه وكده الباسورد. بعد كده هتيجي هنا تحط اسمك بالكامل وتختار الدوله، هتلاقي هنا كود الاحاله بتسيبه زي ما هو. ولو انت راجل هتشتغل عادي هتكسب من الموقع اللي هو مكسب بنش على دروب والكلام ده، تختار اول اختيار. لو انت هتشتغل كهيئه او كشركه ناوي تستثمر هتختار تاني اختيار، وبعد كده بتدوس كلمه ريجستر وبتفعل رساله التفعيل بيجيلك على الميل. نخش مع بعض كده تسجيل دخول عادي. الموقع هيفتح معانا بالشكل ده، هتلاقي هنا الداشبورد مثلا ده عدد النقاط بتاعتك، يعني انا معايا 1200 من العملة بالاضافة الى 1000 بونت مهام اشتغلت عليها. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. الموقع لازم تفعل وثائق عشان تقدر تستلم العملة بعد كده. انت لما فيش مشاكل انت هتاخد النقاط هتاخد كل حاجة، بس عشان تعرف تحول العملة بعد كده لما تجيلك لازم تشغل كي تفعل الوثائق بتاعتك. هنخش على المهام، عندك اختيارين، يا اما تاخد رابط الاحاله بتاعك تروج له. هو انا بيوضح لك ان هو عامل احالات كم مستوى، 4 مستويات، بتاخد ارباح من اول مستوى 10%، وبعد كده 5%، 3%، 1%، تمام، سواء كان الراجل هيشتري او هيشتغل على الايردروب. يعني سواء ان انت بتروج له ده الاحاله هيشتري، او سواء هيشتغل على الايردروبات هتكسب منه برضه. نخش بعد كده على المهام معانا، كلمه بونت بروجرام. المهام سهله، انا في مهام خلصتها، تلاقيها مثلا مهمه زي مثلا ايه، بيقول لك اعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتهم على تويتر. نخش كده مع بعض نشوف ايه المطلوب. هتيجي تعمل هنا مثلا فولو وتاخد دوس سكرين شوت للصوره اللي انت عملتها. يعني انا عملت فولو هعمل سكرين شوت للكلام ده. ارجع تاني باك واجي هنا على كلمة will do، تمام، عشان انا نفذتها قبل كده فهي ايه مش ظاهرة معايا. يعني لو هو بيطلب منك في خانتين، اول خانة تحط فيها اليوزر بتاعك او اللينك بروفايل بتاع تويتر، وتاني خانة بتحط بترفع الصورة اللي انت الصورة اللي انت خدتها سكرين شوت من شوية. هنيجي مهمة بعد كده، دي مهمة اللي انا برضو بصور لها الفيديو مخصوص للدروب ده، ان هي مراجعة عبارة عن مراجعة الموقع او بتكلم عن الايردروب اللي فيه. بتيجي هنا برضو بتدوس ايه ويل دو، شوف الشروط بتاعت الايردروب. هنا بيقول لي هتكتب مثلا لازم يكون الفيديو موجود في اسم الموقع، هتختار اللغة من اللغات الموجودة لو مش انجليزي or English if you're not available، تمام. ببلش يوتيوب شانل، لازم تنشره على قناة اليوتيوب، لازم الفيديو يزيد عن 5 دقايق، ده الشروط بتاعته، تمام. نشوف المهام التانية، في مهام تانية معانا كتير، انا ممكن برضو تكسب 1000 من العملة. هنا بقول لك وقال لكم في رايتر ممكن تكتب مقالة عن الموقع نفسه وتوضحه، ترفعه على اي موقع من مواقع المقالات زي ميدم او ريد، وتحط له هنا عنوان المقالة نفسها. وهنا برضو طالب منك تعمل له تاخد 50 من العملة في مقابل نعمل سبسكرايب على موقع لينكد ان. ممكن نشوف دي مع بعض. نيجي نعمل هنا فولو كده، تمام. نرجع تاني نقول له ولدو ولدو تاني. هتيجي هنا تحط اللينك بروفايل بتاعك بتاع موقع لينكد ان، تمام. وهتيجي هنا ترفع صورة، هندوس هنا، يعني انا خلاص انا عملت اهو، دوست هنا خلاص فولو، هاجي ادوس هنا سكرين شوت في الكيبورد وانزل الصورة عندي على الكمبيوتر، احط في خانة الاولى اللينك بروفايل بتاع الموقع، تاني خانة برفع الصورة، بدوس على كلمة سيلكت فايل وارفع الصورة نفسها وادوس ايه كلمة سبت ريبوت كده، ناخد ايه العملة بتاعتي على المهمة دي، تمام.
بكده يكون الدروب مع الموقع معنا انتهى. اتمنى يا رب يكون شرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.